بسم الله ولا اله الا الله، سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق التوفيقيه يوم الاربع، ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 16/3/2022. وتعالوا نشوفوا الجاموس العشر والوالد واللبن في سوق التوفيقيه النهارده مع تجار محترمين من كفر الزيات، ام المصانع والشركات، الناس المحترمين. صباح الخير يا عم الحاج. صباح الخير استاذ. صباح العسل. بتعرفوا باسمك؟ انا كل ما اقول لك عليه ماشي يا معلمي، برضو المشاهد لازم يسمع اسمك منك حبيبي. زين ابو طحون. المعلم زين ابو طحون، كفر الزيات. ابو طحون. ابو طحون المعلم زين ابو طحون، الله يبارك لك عم زين. بسم الله ما شاء الله. صنعت ايه الجاموسه ده عم زين؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الخلف بتاعها ده؟ نعم. ذكر ولا انتهى؟ صباح الخير يا معلمي. انتهى زي العسل. عمره قد ايه عم زين؟ يعني قول مثلا 10 ايام. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. يا محمد. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. قد ايه حليب يا عم زين؟ الحليب ده رزق. رزق من عند الله، الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. الله اكبر. اللهم صل على النبي. عامله كام الله وكيل يا عم زين بما يرضي الله؟ والله 20 مع واحد، كل واحد بيشتري بنظره. طب يعني انعملت كام وكده؟ مش كل بقى الاعمال، في اللي بيعمل ب 22 واللي بيعمل ب 23. 22 و23، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. في حاجه غير يا عم زين؟ لا والله ما معايا الا هي النهارده. اخ اللي معايا بيحته. اللي معاك بيحته، الله يبارك لك يا عم زين. بسم الله ما شاء الله. روح يا ابني. اللهم صل على النبي. روح يا ابني. انعملت 22 و23 يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على الخلف اهوت، زي ما انتم شايفين النتايه اهيت. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله يبارك لك يا عم زين. بسم الله ما شاء الله. السوق النهارده يا ابني. يعني شغلتك الولد على طول يا عم زين؟ اي حاجه. الله يبارك لك ويقويك ويصلح حالك ويجعل صباعك ابيض ان شاء الله. طب رقم التليفون بعد اذنك معلش. بقول لك ايه؟ لا رقم التليفون ده معلش يا عم زين، ما هو كل فيديو لازم ناخدوه عشان المشاهد. الله يبارك لك. ما انا اديته لك قبل كده كمان. حاضر، ما ناخدوه تاني يا عم زين. بسم الله ما شاء الله. زيرو كام يا عم زين؟ اما الراجل ده يعدي عشان ما نزعلوش. ماشي يا عم زين. بسم الله ما شاء الله. 012-03-990-8204 الله يبارك لك يا عم زين. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباحك ابيض ومتشكرين يا معلمي. اللي يجي بس ما يكونش اقرع. نعم. اللي هيجي يشتري مني ما يكونش اقرع يا برضه. الله يبارك لك. صباح الخير يا معلمي. عامل ايه يا معلمي؟ صباحك ابيض. معاك النردي؟ لا النهارده نشفى زي المستشفى. طب الاسعار عامل ايه طيب؟ والله الجو غالي. جو غالي برضه. ايوه. الله يبارك لك واجعل صباعك ابيض. متشكرين جدا. لا يا عم انا مرخص. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. صباح الخير يا معلمي. ايوه قشطه وعسل. سنارنا قشطه ان شاء الله. نتعرفوا باسمك؟ وش شمال ويمان. نتعرفوا تمام وعسل وقشطه. نتعرفوا باسمك؟ يا عم الحاج. امال ايه؟ يا نهار ابيض. حلويات معانا يا رب. حلويات. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، الجاموس العشر واللبن يا جماعه النهارده. بسم الله ما شاء الله في سوق التوفيقيه، الله اكبر. اللهم صل على النبي. دبابات سوق التوفيقيه، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه، الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا معلمي. نتعرفوا باسمك؟ السيد عبد الله الشغال. معلم السيد عبد الله منين عم السيد؟ كم حماده انيس النهارده في التوفيقيه النهارده. بسم الله ما شاء الله. عشر كام ده يا عم الحاج؟ ايه؟ عشر أربعة. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. عشر أربعة يا جماعه، اللهم صل على النبي على المال. الله اكبر. نعم. صباح الخير يا عم الحاج، نورينا رجالي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. عامله كام ده حاج؟ الله وكيل بمرض الله. عامله 30000. عامله 30000. عشر خمسه وفيها خمسه لبن. عشر خمسه وفيها خمسه لبن. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. عشر خمسه وفيها خمسه لبن يا جماعه. اخيرا كم بمرض الله؟ 29.5. 29.5. الله يبارك لك يا حاج. بسم الله ما شاء الله. عاوز توصل امريكا. 29.5. لما نقول له الله وكيل بمرض الله. لا يا جدع والله ما حصل. كام يا حاج؟ والله 8.5. 28.5. الله يبارك لك يا حاج. بسم الله ما شاء الله. توصل امريكا. طب حضرتك تاجر ولا جناح حاج؟ لا ده جناح صاحبها عندك. الله يبارك لك. طب التاجر ناخده رقم متابع عشان الناس تتواصل معاه. نعم. طب معاك رقم تليفون؟ رقم تليفون. اتنين رجاله وصباحكم ابيض ان شاء الله.
المعلم محمد رمضان حمدي كوم زمران. صباح الخير يا معلم. حج احمد. حج احمد صباح العسل. نهارنا ابيض ان شاء الله. السوق عامل ايه النهارده يا محمد؟ السوق حلو، في ربكه برضه، في ربكه في السوق. ربكه يعني هبوط في الاسعار ولا ارتفاع؟ لا هبوط في الاسعار. هبوط في الاسعار. بسم الله ما شاء الله. ده كرده ولا نتاي؟ بسم الله ما شاء الله. نتاي عمر قد ايه كده؟ اسبوعين؟ عمر باش اسبوعين. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. عامله كام يا محمد؟ الله وكيل. دي 34.5. 34.5 يا جماعه ورا نتاي. بسم الله ما شاء الله. عمر اسبوعين. الله اكبر على المال يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله على المال يا جماعه. الله اكبر. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بقى قد ايه لبن يا محمد؟ خمسات لبن يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا محمد. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. طب الرقم يا محمد بعد اذنك؟ 0100 2 8 6 9 6 9 2 4 0 2 4 0. صباحك ابد ومتشكرين يا معلم محمد. نارك ابد ان شاء الله. اللايك والاشتراك في قناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. أي تجار عندها عروض بأسعار بمهرد الله تتواصل معانا على قناة المواشي اليوم. رقمنا قدام منكم موات على الشاشة. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء يا خير الأصدقاء.